معنا بالاستوديو سيدة رولا أنابيل لافي، رئيسة الجمعية اللبنانية للأولاد الموهوبين. لنشوف شو هن الأولاد الموهوبين لي زانفون دوي وكيف عم نتعامل معهم بمجتمعنا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، ميرسي. نحن بس نقول يعني أولاد موهوبين، أكيد هيدا كاس سبيسيال، بس أصلا هلا عم نعرف نتعامل مع الأولاد إجمالا بالمجتمع، يعني غير انه الاهل كيف عم يتعاملوا مع اولادهم، وطبعا كل اهل عندهم طريقتهم وفي تقدم كثير بهالمجال، ولكن اجتماعيا يعني بالسوبر ماركت او بالمولات او بمحل الثياب او بحيلا مكان اجتماعي او بحيلا جمعه اجتماعيه، كيف نتعامل مع الولد؟ ما بعرف اذا كثير يعني صحي التعامل مع الولد، لانه كنا عم نحكي شوي قبل الهواء بنتعامل معه كطفل بينما هو يمكن صار شاب، وحتى لو كان طفل كيف طريقه التعامل مع الطفل كمان هيدي موضوع نبقى نحكي فيه. أكيد. ولكن اليوم نحكي عن الجمعيه اللبنانيه للاولاد الموهوبين. شو هي الجمعيه ومين هن الاولاد الموهوبين؟ اذا بنسميهم بالفرنسي لانه متعارف عليهم اكثر سردوي او دوي او انفان انتلكتويلمون بريكوس، او بالانجليزي بنسميهم gifted children. نحن سميناهم اطفال موهوبين، ما بعرف قد التسميه صحيحه، بس ما لقينا غير شيء لحتى نترجمه، لانه ما فينا نسميهم متفوقين مثل ما حضرتك سالتيني، لانه هن مش متفوقين. من هن هول الاولاد؟ هن هاو اولاد بالخلقه عندهم اياها، بيخلقوا عندهم بالسيرفو تبعهم منه مختلف عن السيرفو تبع باقي الناس، مشان هيك بنسميهم سور دوي. هلا كمان تسميه سور دوي بفرنسا بيعملوا عليها مشكل، انه سور دوي يعني حدا خارق. هن منهم ناس خارقين، هن ناس عاديين، بس هن ناس مختلفين، يعني فينا نقول ils sont différents des autres enfants، بس انه هن منهم مثل باقي. مختلفين بشو بالتحديد؟ وين ببين هالاختلاف؟ صحيح. هلا هن مختلفين لانه نورمالمون بنعرف انه الناس العاديين او نحن بمجتمعنا هو السيرفو غوش اللي هو سوليسيتي. نحن بتعرف عندنا اميسفير غوش اميسفير دروا، ونحن حتى المدرسه حتى المجتمع الناس بتفكر بالانتلكت بالغوش. هؤلاء الولاد عندهم الامكانيه انه يشتغل دو سيرفو ان ميم تان، مشان هيك هؤلاء الولاد سريعين اسرع من غيرهم. اذا بديك هن اكبر من غيرهم بس بالفكر، يعني اذا باخذ ولد عمره 3 سنين هو فكريا عنده طاقه تبع 5 سنين وخمس سنين ونص، بس هو بيولوجيكمون ولد عمره 3 سنين. مشان هيك هيدا الاختلاف بيعمل له صعوبه، يمكن بيولوجيا وعاطفيا رح يكون ولد عمره 3 سنين، لبل اصغر عاطفيا. هول الاولاد غير ما بنفكر، لانه بس نقول سور دوي بنقول واو هيدا الولد كامله معه نيه لقلبه ونيه لاهله. للحقيقه لا نيه لقلبه ولا نيه لاهله. اوكي سي ان دون، صحيح انه سي ان دون، بس انه هيدا ولد عنده كثير بحاجه للعاطفه زياده عن زوم. مشان هيك في كثير بسيكولوج للاسف بيجوا اهالي بيقولوا لي، قال لي البسيكولوج ما اقعد حد ابني اقرا له قصه لانه هو كبير. لا، هو بحاجه بالعكس، ولانه ذكي هو بحاجه اكثر لإلك، بحاجه للكونفرساسيون معك، بحاجه تقعدي معه انت، يعني نبريف با لانه ولا جسمه ولا العاطفه تبعيته قدرة تفهم اكيد عقله يلي عم يكون اسرع. وهيدا المشكل، هون المشكل. مشان هيك اليوم اكثر حابه احكي عن مشاكلهم بالمدرسه. عندهم مشاكل بالمدرسه رهيبه، لانه عم يجوا لعند الاهالي حتى الاساتذه عم يتلفنوا لي، مشكورين الاساتذه اللي عم يتصلوا فيني لحتى يسالوا كيف بدي اتعامل مع هالولاد، لانه هالولاد عندهم مشكل انه راسهم كثير اسرع من ايدهم. يعني انا بنتي كنت بتقول لي انه بكره ايدي اللي ما بتروح بسرعه، بكرهها منها سريعه، لانه ما عندها بنتك عندها هال بنتي عندها هيدا الكون من هيدا المنطلق انا عملت الاسوسياسيون بقى. ما عندهم القدره، مشان هيك انا كنت وقتها كانت صغيره اعمل لها الاشياء ثلاث ارباع الاشياء اورال، اترك لها الاكري، لانه بعرف انه بيعمل لها فرستراسيون انها تقعد تكتب وما عم تقدر، انه ركز لها على الاورال ترى ما هي بتعرف. جسمها ما بيقدر، جسم الولد ما بيقدر يلحق فكره، لانه هول الاولاد ببلشوا ديجا يقروا بكير. على 2 ans et demi 2 ans بيكون عم يقروا، بيكون عم يقروا الاحرف. 2 ans et demi 3 ans بيكون عم يقروا سيلاب وممكن يقروا كلمه. بقى ما فينا اطلب من ولد عمره 3 سنين اللي هو بيعرف يقرا انه اقعد اكتب،
لا لانه القدره الجسديه تبعه الفيزيك ما عنده المقدره. بس هو صحيح انه انتلكتوال ما عنده المقدره وزياده، بس ما بنقدر نطالب. طيب شو اللي عم ينطلب منهم بالمدرسه اللي ما بيقدروا يعملوه؟ المدرسه مبدئيا يعني مش عم ينطلب منهم المفروض اكثر، المفروض عم ينطلب منهم هلا هن وقت اللي بنبلش نكتب واللي عم يتحاسبوا اكثر شيء هن اللي بصفوف السي بي 11 بي ان يمكن ما بعرف هؤلاء عم اللي اكثر شيء عم بعينه، لانه بس يكونوا بهذا الصف عم ينطلب منهم انه يكتبوا مثلهم مثل الباقي. هلا في عندهم كذا سبب لحتى ما يكتبوا، لانه في ديفيرنس ولانه في هالقد ديكالاج بين عقلهم وبين ايدهم لتلبيهم، لانه عقلهم كثير سريع لانه عندهم المقدره يكتبوا، بس ما بيقدروا يلحقوا عقلهم، بده يكتبوا بسرعه لانه بيعرفوا، لانه عندهم الافكار تبعهم. إذا هلأ عنا وقت بقلي كيف بيفكروا وشو الميزة بالسيرفو تبعهم بينهم وبين غيرهم، لأنه الأفكار تبعهم بنسميها أربوريسانس، يعني بتروح بكل الاتجاهات، يعني عادة الناس العاديين بتروح ألينيه، هن أربوريسانس بقى، مشان هيك ما عندهم بصيروا يحسوا أنه جسمهم ما عم بيلبيهم. هون اللي عم يجوا الأساتذة يكون عندهم مصاعب مع هالولاد، صحيح عندهم مصاعب لأنه أول شيء هذا الولد عم يزهق، خلينا نحكي طبعا لانه عم يحكوا بشيء عرفوا انه بيجي بتجي المعلمه نهار الاثنين بتحكيهم بشيء بدل تحكيهم فيه للجمعه. هو الولد اللي مش عم يزهق واللي مش سامع بالخبريه بده وقت لحتى تاخذي له تركيزه وانتباهه. فوالا، بس هو عم يزهق لانه بيعرفها. طيب اوكي انت حكيتيني عن هيدي بترجعي تحكيني اليوم؟ اول شيء عم يرجعوا بديسبسيون لانه هن هول الاولاد بحبوا كثير يتعلموا، بحبوا كثير يعرفوا، وين بتضيعيهم تلاقيهم مسكين كتاب مسكين انسيكلوبيدي بدهم يعرفوا اكثر واكثر بدلهم يسالوا. بقى بيجوا انه رايحين على المدرسه واو انا هلا شو بدي اتعلم، بيروح ها وهن ما بعرفهم، عرفتي؟ بصيروا انه كل يوم يقولوا طيب اليوم احلى اليوم احلى، وبصيروا كل يوم يرجعوا ديسبسيون. في اولاد للاسف عم بيصير معهم ديبرسيون كثير قويه. وبحب اذكر شغله انه 10% بالاحصاءات اكيد بفرنسا هول الاولاد من عمر سنه لعمر 10 سنين بحاولوا ينتحروا، و30% بس يصيروا ادوليسانس بيجربوا ينتحروا. والسبب الاساسي انه المجتمع ما عم يقدر يعني يستوعبهم؟ اكيد هلا هن في اختلاف، هلا وقت بيكون اختلاف بالتفكير يعني اكيد ما راح يكون الولد مثل الثاني، يعني الولد العادي اللي عنده كوسيون انتلكتويال عاديه والولد اللي عنده كوسيون انتلكتويال عاليه اللي هن سردوه ما عندهم نفس الاهتمامات، وهيدا الولد الثاني اللي بلاقي انه هيدا مختلف عني. بتعرفي انت حيلا حدا مختلف عني، انا اذا شو بعرفني جاري مختلف عني ما بقبله انه ما رح يقبلوا بعضهم. فلا عندهم يعني عندهم صعوبه على المستوى التعليمي وعندهم صعوبه على مستوى التعاطي مع الاولاد اللي هن معهم. هلا بالاصل في صعوبه يعني بالمدارس على مستوى التعاطي والبولينج، يعني شغله عم تتفشى وتصير بعد اكثر واكثر يعني لو كانت طبيعيه ولكن عم انا كنت عايشه بفرنسا وكنت شوف حالي على الفرنساويه انه نحن ما عندنا راكات ما عندنا راكيتاج، بقى هلا صار عندنا اكثر بكثير يمكن على ايامي ما كان في للاسف هلا. طيب لنوصل لحتى انها شو المطلوب، هل المطلوب انه هالولاد يكون عندهم صفوفهم الخاصة أو لا مطلوب دمجهم بصفوف العادية ولكن تفهم وضعهم؟ في عدة آراء بهذا الموضوع، في عدة آراء للحقيقة. أنا مع أنه يكون في صفوف خاصة. ليش؟ لأنه هذا الولد أنا أول شيء السيستم المدرسي هو سيستم مركب، هو سيستم ما بعرف قديش صحيح وقديش هلأ مفروض يضل هذا السيستم ومحتفظين فيه هالقد ما بعرف، بس هيدا سيستم متوجه للسيرفو غوش، للناس اللي بتفكر انتلكت انه انا هلا شو بدي اعمل شو بدي هيك انه ظبط نهاري. فوالا هون الناس بيشتغلوا افيك لي دو سيرفو، كيف بدك تتعاملي معهم؟ ما اكيد ما رح يمشي الحال، بدهم سيستم مختلف كليا، بدهم سيستم يعني مختلف صف خاص داخل المدرسه. انا بتمنى يكون توجيه لكل فعلا المدارس ومدراء المدارس يهتموا بهالولاد. والأدرب من هيك انا في الشغله هيك انتر جيمي بدي اقولها انه عم يعتبرون ايبر اكتيف، هدول منن ايبر اكتيف، بس وقت بيكون في ديكالاج هالقد قوي بين السيرفو وبين الفيزيك اكيد بده الولد يضل حايس وطالع نازل طالع نازل اكيد لانه عنده ديكالاج ولانه زهقان ولانه كثير امور منه مرتاح. لازم يكون في صف خاص مبدئيا بالمدرسه ويكون عنده صحيح اساتذه كمان متخصصين بهال صحيح. هلا انا بالنسبه
اكيد لازم يكونوا الاساتذه لازم يكونوا بيعرفوا عن هالولاد. يعني ما فيني انا اجي اتعامل بولد هلا اللي هن اللي عندهم كوسيو انتلكتيال واطي عاملين له مهتمين فيهم اسم الله شو مهتمين فيهم مش زعلانه مش زعلانه يا خي انه يهتموا بس انه ما عليه يهتموا بهالولاد. هي لا تعتبر صعوبات تعلميه طبعا هي صعوبه تعلميه ولكن ما في الا شيء بيصدم شيء بيصدم انه هلا في كثير مراكز هلا دارجه مراكز اللي هي مدارس متخصصه للي عندهم صعوبات تعلميه بقى في حدا مسؤول بهيدا الكا قلت له انا اكيد في عندكم سردوي قال لي شو سردوي عندنا قلت له ايه اكيد لانه عندهم صعوبات تعلميه وهولاس بيسقطوا قال لي هلا بدك تقولي لي انه هيدا اللي بيسقطوا بيجيب موين سات هيدا الكوسيون انتلكتويال تبعه عالي مثل اينشتاين قلت له ايه لانه اينشتاين اصلا اينشتاين كان كسلان بالمدرسه لانه كان السيستم تبع سيرفو غوش وهو بيشتغل عليك لو سيرفو دروا معناتها انه اينشتاين لو ما من امه ما كان قدر يعمل شيء اكيد انه اكيد ورزمه انه كان عنده امه هيك بقى مشان هيك انا بدعي الاهالي بليز انتبهوا لاولادكم مش كل اللي عنده صعوبات تعلميه واللي عم يعطوه دواء عم بيصير في خطوره لانه وقت اللي منجيب واحد وبنعطيه دواء على كا منا كايتو يعني شيء خطير انه مشان هيك انا بدعي انه الاهالي ينتبهوا والاساتذه كمان بالمناسبه انا بالجمعيه بعمل كوتشينج بارنتال وكوتشينج بروفيسيونيل وكوتشينج بور لي انفان لانه الولد اللي كمان مش مرتاح مع حاله انا بقدر اكون معه واتواصل انا وياه لحتى يعرف خصوصيته ليه هو هيك لانه الولد بيصير مش عارف ليش هو هل في عدد نسبي يعني كبيره من الاطفال عندهم هالمشكله انا بقول هلا نحن هلا عم نشتغل لحتى نقدر نعمل هيك مثل تيست صغير نوزعه على المدارس لحتى نقدر نعمل ستاتستيك بلبنان بس نحن اذا بدنا ننطلق من الستاتستيك تبع فرنسا وهيدا اللي عم ناخده لانه نحن هون ما عندنا ستاتستيك كانوا قبل 2010 كانوا يقولوا بكل صف في ولد يعني تخيلي هيدا المدرسه اللي فيها 250 صف في بكل صف ولد يعني عنا 250 ولد بالمدرسة بس هلأ من بعد 2010 صاروا يقولوا بكل صف في اثنين نحن بلبنان عم نجرب هلأ أنه نعمل تيست نعممه وإن شاء الله أنه يطلع بإيدنا لحتى نقدر نعمل كيف بيصير دياجنوستيك رولا على هالموضوع يعني كيف منقرر أنه هالولد عنده صحيح في تيست اسمه ويست 4 نحن اللي عم نعتمده أكيد في غير تيستات بس أنه هيدا اللي هو معتمد بفرنسا واللي من الناس اللي بيشتغلوا بهيدا الموضوع بيقولوا أنه هيدا أنسب شيء بينعمل ويست 4 أكيد ما بينعمل إلا عند بسيكولوج هو تيست على كذا صعيد يعني على صعيد الماتيماتيك على صعيد الاجتماعي على صعيد الفوكابولاري مش فحص على طبي يعني لا 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 مش فحص طبي بس صحيح هذا التيست بيدله تقريبا يعني اكيد رح ينعمل عند بسيكولوج ومدته تقريبا شي ساعتين مع البسيكولوج او ساعه ونص وفي بسيكولوج متخصصين بهال مفروض انواع هلا اللي هن بيعملوا تيست في بسيكولوج ممكن يتخصص ما في مشكل وفي بسيكولوج ما عندهم هالاهتمام وفي بسيكولوج عندهم هيدا الاهتمام سالنا انا في بسيكولوج ما عندهم يعني ما عندهم علم حتى في بسيكولوج توتافي وميرسي على اللي عم بتقليه ما عندهم اي علم عن شيء اسمه سردوي للاسف ما بعرف ليه بدعيهم اذا بهمهم يعرفوا نحن بنعمل كوتشينج بروفيشنال شو من بعد خبرتك شو اللي بيخلي هالولد يعيش حياه طبيعيه يعني بيسفل يعني يكون حاسس حاله انه هو بسلام اول شيء بده يعرف حاله لازم هيدا الولد بيجي بيقولوا لي لا مش لازم نقول له بينغر هيدا الولد مشكلته انه ما بيعرف ينغر هيدا الولد مشكلته انه دائما مفكر حاله اوطى من غيره لانه بيرفكشنست لانه ولا مره بيعمل شيء هو راضي عنه على طول غيره احلى منه مثلا بتقولي له لك يا ماما انت كثير حلوه هالرسمه عملتي رسمه كثير حلوه لا ما بتشوفي هي بتعمل رسمات احلى مني ولا مره بيكون راضي عن اللي هو بيعمله حتى لو تقولي له انت سردوي ولا مره بيعرف يكون مغرور مشان هيك لازم يعرف حاله لازم يعرف خصوصيته لازم يعرف السيرفو تبعه كيف بيشتغل لازم يعرف حاله انه مختلف عن غيره مختلف اني با بلوز انتليجان انا ضد اني اقول انه هو اذكى من غيره عنده لكاليتي تبع الذكاء تبعه مختلفه عن غيره فوالا فاذا حتى بالانفان سور دوي في كوسيون دانتيليجنس كوسيون مختلف طبعا طبعا لانه في اللي نحن بنحكي عن سور دوي ا بارتير دو 130 دو كيو اي
وقت اللي منبلش من 130 أكيد اللي 130 و 131 مش مثل اللي 150 و 145 و 155 يعني كلهم سور دوي بس كمان هن مختلفين عن بعض طبعا ما في يعني حالة واحدة والكلمة بس إنه أنا بدعي يعني أكيد هلا أنا كنت عم بشتغل عن هاي الشغلة إنه نجمع الأولاد قد ما فينا مع الأهالي ويكونوا أصحاب مع بعضهم لأنه بيتفهموا مع بعضهم عندهم ذات الاهتمامات تقريبا أكيد ما حدا مثل حدا وني عن جد كل حدا مختلف عن التاني ولكن بيشوفوا الاشياء بنفس طبعا عندهم فوالا اكيد اكيد بيكونوا اقرب بكثير لبعضهم من الاولاد العاديين بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم بطريقه أفضل. اجتماعيا كمان بيكون في مشكله مع هالاطفال ايوه مش بس بالمدرسه لا اجتماعيا بس هيدي لنبلش بالمشاكل الاجتماعيه مش هن وصغار هن وصغار بيكونوا كثير ايفانوي ومبسوطين ببيتهم اذا كانوا مرتاحين بيكونوا اولاد كثير سعداء بتبلش المشاكل وقتها منبلش بالادوليسانس لانه بهيدي الفتره يعني وقتها تبلش المشاكل عند اي ولد يعني بالادوليسانس تبلش بس لانه هو بينرفض يعني وبتبلش يمكن قبل كمان لانه بيرفضوا بالمدرسه بسنه بيقولوا له انت ايه بدك تهتم بالقرايه لا بكون هن الاولاد عندهم غير اهتماماتهم هي انت مضل بالك بهيك وبيحس حاله مرفوض وهون بصير ينزوي مشان هيك هذا الولد بنقول عنه سوليتير بحب يكون وحده بفوت بيقعد وحده هون دور الاهل ودور المدرسه ولحتى يقدروا يعملوا شيء رولا أنا باللفة أهلا وسهلا فيك الجمعية اللبنانية للأولاد الموهوبين أكيد كل الأشخاص يلي مهتمين أو يلي عندهم صحيح. هالمشكلة أو حابين حتى يساعدوا فيها مدعوين أنه يتصلوا أكيد فيكم. وأنا بقول حتى للي عندهم مشاكل بالمدرسة بدعي الأهالي أنهم يحكوني لأنه عم نجرب نعمل هيك صفوف لهالولاد اللي عندهم مشاكل منهم قادرين يتعلموا في عنا بروجرام خصوصي لألون يعني www.alped.org هو السايت الباد ألبي أودي ميرسي أهلا وسهلا فيك ميرسي لك مشاهدينا وقفة هلا ونرجع من تاني